مرحبا بجميع أصدقاء متابعي قناة فلاش 90 دقيقة. في تحليل وتوقعات مباريات يوم الجمعة، اخترت 7 مقابلات من دوريات مختلفة. أول مقابلة ربع نهائي كأس العالم للأندية، أهلي المصري أمام الاتحاد. آخر مواجهة ما بين ناديين انتهت لصالح الاتحاد 1-0. مواجهة قوية ما بين الناديان، أفضل توقع للمواجهة أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل، هذا هو أفضل توقع للمقابلة. المباراة الثانية، الدوري الألماني البوندسليغا، الجولة 15، بروسيا مونشغلادباخ فيردر بريمن. ترتيب الناديان، بروسيا مونشغلادباخ في الرتبة 10 16 نقطة، فيردر بريمن في الرتبة 12 14 نقطة. آخر لقاء ما بين ناديان انتهى لصالح فيردر بريمن 1-0 خارج الديار. أفضل توقع للمواجهة أن يسجل الفريق الزائر 1 أو أكثر في المقابلة، هذا هو أفضل توقع للقاء. المقابلة الثالثة، الدوري الإيطالي الدرجة 2 الجولة 17، سبيزيا أمام فريق باري. ترتيب الناديان، باري في الرتبة 9 21 نقطة، سبيزيا في الرتبة 18 13 نقطة. آخر مقابلة ما بين ناديان تاج بالتعادل 1-1. أفضل توقع للمواجهة فوز فريق سبيزيا بالمباراة، هذا هو أفضل توقع للمقابلة. المباراة الرابعة، الدوري الإيطالي الدرجة الأولى الجولة 16، جنوا أمام فريق جيفونتيس. ترتيب الناديان، جيفونتيس في الرتبة 2 36 نقطة، جنوا في الرتبة 14 15 نقطة. آخر مقابلة ما بين ناديان انتهت لصالح جنوا 2-1 داخل الديار. فريق اليوفي فريق منظم هذا الموسم، فريق يلعب من أجل التتويج بلقب سيريا أ. جنوا كالعادة ينافس على البقاء. فريق جيفونتيس مستوى جيد هذا الموسم، لذلك أرشح الفريق للفوز باللقاء، رغم أن المقابلة لن تكون سهلة على الفريق الزائر. المقابلة الخامسة، الدوري الإنجليزي البريمير ليج الجولة 17، نوتنغهام فوريس أمام فريق توتنهام. ترتيب الناديان، توتنهام في الرتبة 5 30 نقطة، فارق 7 نقاط على المتصدر ليفربول. نوتنغهام في الرتبة 16 14 نقطة. آخر مواجهة ما بين ناديان انتهت لصالح توتنهام 3-1 داخل الديار. أفضل توقع للمقابلة، أرشح فريق توتنهام للفوز بالمباراة، هذا هو أفضل توقع للمقابلة. المقابلة السادسة، الدوري الفرنسي الجولة 16، موناكو أمام فريق ليون. ترتيب الفريقين، موناكو في الرتبة 3 30 نقطة، فارق 6 نقاط على المتصدر باريس سان جيرمان. ليون متديل الترتيب ب10 نقاط. آخر مواجهة ما بين ناديان انتهت لصالح ليون 3-1 داخل الديار. أفضل توقع للمواجهة، أرشح فريق الإمارة للفوز باللقاء. المقابلة السابعة والأخيرة، الدوري الإسباني لا ليغا الجولة 17، أوساسونا أمام فريق الرايو فايكانو. ترتيب الناديان، أوساسونا في الرتبة 14 16 نقطة، الرايو في الرتبة 10 20 نقطة. آخر لقاء ما بين الناديان انتهى لصالح الرايو 2-1 داخل الديار. أفضل توقع للمواجهة أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل، هذا هو أفضل توقع للمقابلة. الفريقين نفس المستوى. هذا الأصدقاء أما توقعاتي وتحليلي لـ7 مقابلات يوم الجمعة. حظ موفق للجميع.